لعب زبنة بعد تأهلها لأول مرة في تاريخها إلى الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية، ولكنها اصطدمت بالواقع الأليم عندما ذكرها المهاجم بن عياش بأنها تلعب ضد ناصر حسين داي صاحب الخبرة والتجربة بتدوينه للهدف الأول في الدقيقة 9. هجوم اتحاد الكرمة نادرا ما أقلق الحارس مقرن، وفي الدقيقة 32 بن يحيى يسجل الإصابة الثانية بتسديدة رائعة سكنت مباشرة شباك الحارس قاسم. اتحاد الكرمة لم يتمكن من اختراق منطقة عمليات المنافس واعتمد على التسديد من بعيد، ولكن الحارس مقرني وقف بمثابة السد المنيع. وقبل نهاية المرحلة الأولى كاد المهاجم زنو أن يضيف هدفا آخر لولا تألق الحارس قاسم لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين دون رد. المرحلة الثانية سارت بنهج سابقتها، وفي الدقيقة 55 المهاجم زنو لم يخطئ الشباك هذه المرة وأضاف الهدف الثالث. وفي الدقيقة 72 البديل أشنان يعمق الفارق ويسجل الهدف الرابع. وفي الوقت المبدد للمباراة المهاجم زنو يبدد أحلام اتحاد الكرمة بتوقيعه للهدف الخامس لتنتهي المواجهة بتفوق نصر حسين داي بخماسية كاملة أمام اتحاد الكرمة الذي يستحق التشجيع بوصوله لهذا الدور.